ازيكم يا شباب ويا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ويا ريت ما اول لما نبتدي الفيديو، طبعا انتوا هتقولوا لي ايه اللي ورايا ده، فطبعا بنسى اقول لكم اللي لسه فلو عجبك الفيديو ما تنزل دلوقتي تعمل لايك، ولو انت جديد لسه معايا انزل شرفني وانزل اشترك في القناة، لان في ناس كتير قوي ما بيعملوش سبسكرايب وانا بزعل منهم جدا والله. فاللي لسه جديد معايا ينزل دلوقتي يشترك في القناة، وهقول لكم دلوقتي ايه اللي ورايا ده. بص يا شباب، اللي ورايا ده ايه؟ انا ما اعرفش هو اسمه ايه بالظبط شباب، بس هو اسمه كده، انا عملته صممته طبعا. هنا ده اللي تحت ده قعدت 2 ساعة 3 سنين يعني اعمل فيه، ده شغل ريدستوني يعني. فاللي هيجي اول حاجة هيجي ايه مثلا؟ هو عايز يكتب البيت، يعني مثلا اي بيت هيكتبه باسمه، الهرم ده، البيت ده طبعا هشيله ان شاء الله وهحط بدل البيت وكده. يعني هيجي هنا هيحط هنا فلوس دايموند، وهنا في ورق، ونسيت احط يا شباب بطن اصلا. اوكي، اجيب بطن خشبي لان الحجر شكله وحش قوي قوي قوي. اوكي، خلينا نحط على الكرافتنج. اوكي، ما ينفعش، ده حلو قوي. طب ينفع هنا شباب؟ اوكي شباب، دلوقتي هحاول احط على الكرافتنج الزرار. واو، اتحط على الكرافتنج بقى. اوكي، حس ايه ياخد الورقة بتاعته. فطبعا هشيل الزرار ده عشان ايه شباب؟ مش عايز احطه هنا. فايه، هاجي هنا. اوكي، هنيجي نحط الزرار ده كده. اوكي، اتحط. ابوس ايدك اتحط شباب. في ايه؟ هنا حلو 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 هنا. ممكن احطه هنا. فا اوكي عادي. وهنا الكمبيوتر بتاع شباب، بحيث ايه لو مثلا حد جاي اشوف بياناته وزي كده. طبعا هو هيدفع هنا الفلوس هنا، وهنديله بقى الورق بتاعه وزي كده يعني. طبعا احنا الاتنين بس يعني. وعملت هنا ساعة، لو انتوا ركزتوا يعني هتلاقوا شبه الساعة يعني، بس هي مش ساعة اصلا. اوكي، وهنا حطيت لي هنا كشاي يعني زي الشاي. اوكي، الشيستات دي هتقول لي اعملها ليه وكده؟ الشيستات دي احط فيها الزبالة بتاعتي كده وكده، فاهمين؟ الورق ده محتاجينه. اوكي، دلوقتي الشباب انا لا، جولدن ابل دي عايزينها، فاحط كل حاجاتي وارجع لكم. فطبعا شباب حبيت اوريكم مفاجأة في الهرم انا عملتها ورا الكواليس. هي دي شباب، طبعا ظبطت الارض وظبطت الشيستات. طبعا هنا هتقولوا لي ايه الدرت ده؟ هنا كوكب الزبال بس، هو ده مش اكتر يعني. وهنا الحاجات الريدستونية وكده، وهنا بقى الدروع وزي كده وكده، فاهمين يعني؟ وهنا بقى اللي هي تعتبر من اللي هي الانجون، والله ما اعرفش، مش عارف اقول لكم يا شباب، اللي هي بتاعت القراط يعني. فعملتها كده. طبعا هتقول لي حطيت على الشيست ازاي كده؟ فانت هتشفت بعد كده بقى. ايه يا شباب؟ هتقول لي انت جبت السيف ده ازاي؟ طبعا انا جبت جيم مود وجيت شفت وحطيت الايتم فريم، حطيت عليه كده، واحط بعد كده اللي انا عايزه بس شباب، مش اكتر.
حبيت اعلمكم ازيك يا قطوطه يا جمو يا جميله انتي. طبعا يا شباب انت هتقولي مش مقومهم ليه وكده، لانهم بيجوا ورايا في حتة غريبة يا شباب، ومش عايزهم يموتوا يعني. كفاية ان هم كانوا بيجروا ورايا، كانوا بيجروا ورايا. يا سلام. طبعا هنا جيت احاول اعمل دولاب بس ما عرفتش، ده في ماينكرافت بس يا شباب. طبعا هنا جيت اعمل بيت من ليفز بس ما عرفتش، فكده يعني. فقلت لكم يا شباب النهارده هننزل الكهف ده. اوكي خلينا نجيب شموع، دايما شموع. اوكي هنا في ايرون اور. اوكي طبعا يا شباب لو انتوا سامعين حد بيتكلم، ده اخويا يوسف، معلش يعني مش هقدر اعمل له حاجة. فهنا الكهف ده وات الكهف ده طلع على فوق يا شباب. نطلع ولا لا؟ احنا لازم ننزل عشان نلاقي دايموند. فينو بقى؟ يا لهوي يا شباب تسرعني حتة سرعة. اوكي هنمشي كده كده. يا ابن الجزمة يا ابن طبعا مفيش حاجة هنا شباب، فهطلع انا كل انا انتوا عارفين حظ يا شباب في يعني في كده الحياة مش حلو، حظي على طول مقرف شباب. لا حظي حلو. اه شباب اللي هيقول على حظه كده هيبقى حظه زفت زفت في الحياة، ف يا ريت ما تقولش زي كده عشان فانا كيف ده الكهف ده ما فيهوش حاجة. واو خلينا نسدها. كي سدناها. طبعا الكهف ده ما فيهوش حاجة يا شباب، يعني انا نزلت ورا الكواليس وما لقيتش فيه حاجه، يعني ما حطيتش فيه شموع، انا شربت بس بوشن اللي هو النايت فيجن ده وبس مش اكتر يعني. خليني اطلع يعني، يا مظلمه ولا ايه؟ ايه شباب في ايه يا شباب؟ لو انا ليه حظي منحوس كده؟ ايه ده؟ هو ليه المطر قال يا شباب؟ ما علينا. طبعا انت هتقول لي ايه المنظر المتخلف ده؟ فطبعا شباب ده انا كنت بجرب فيه حاجة. معلش انا عامل جي وي كي. فطبعا هنا انا حبيت اقول لكم على حاجة، يعني ان انتوا انا مش هعمل اي حاجة من غيركم شباب. انتوا اللي تقولوا لي في التعليقات انا اعمل ايه. فانا طبعا مش هنهي السلسلة دي خالص شباب، لان باللعبة يا شباب اول حاجة شايفين نجيب بس دي، شايفين اللي هي عارفين بتاعة الاند دي، عارفين عيون الاندرمان ده؟ احنا معانا البليز باودر اه، لكن فين عيون الاندرمان؟ مفيش عيون خالص مفيش. فياريت تقولولي انا ممكن الاقيها فين بالظبط بوابة الاند دي، انها ممكن احاول سرفايفل واخد عين منها واحول جيم مود واقعد احط واخش الاند فكرة. بس ازاي يا شباب وحتى مفيش حصان؟ ايه ده الحصان ده ما بعرفش اقرا انجليزي. ايه ده ايه ده ده ثانية ما بغيش نعمله ايزي. يا كلب يا ابن الكلب. طبعا معايا لوتينج يا شباب، لوتينج 3. ف
فهنا هنا طبعا للاسف الباب باظ يا شباب، ما اعرفش باظ ليه والله. انا عامل زي نفس الطريقه بالظبط، مش عارف باظ ليه، كان شغال والله بس باظ. اوكي هنا الشست دوت، الشست ما لناش دعوه بيه. اوكي شباب، انا في حاجات هنا بتاعتي، هنا فبصوا شباب، انا اصور فيلم كده، فيلم يعني ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. ف ان شاء الله يعجبكم شباب. ولما فبص يا شباب، انا مش عارف اقول الصراحة. فاول حاجة انا عايزة اقول لأهلكم، انا حطيت هنا مراكب عشان كنت بتمشى طب شباب قولي لي ايه اللي جابه هنا ده في الكهف؟ والله انا مش معايا بيض للخفاش ده، والله ما معايا حاجة. يا شباب انا بصوا، انا دروعي لسه، يعني انا دروعي لسه بستخدمها اهو يا شباب، بتروح مني بتبوظ بوظ بسرعة. فانا عايزة احط عليها امبريكنج يا شباب، الامبريكنج دي كتير. بدأت أحط العلم على بيتهم وبقف هنا كده، بيجي حواليا 60 زومبي بيقعدوا يضربوا فيا لحد ما بموت. فبعد كده بقى لو أنا هنا مثلا في زومبي كسر البيجي ده، ده يحميني. حتى ما بيعملش صوت. فأنا حبيت أوريكم السرير. فلو حبيت ان شاء الله اعمل كده كمان ماشي، ممكن اعملها دلوقتي. اعمل كده كمان انا نمت. انا هشيلها دي شباب، لا انا هشيلها. بريشر اسمها ايه دي، اسمها ايه؟ بلاك كاربت. اوكي نحط ده هنا يا ورع يا ورع، ما تبوظليش البيت. نزلت لي 4، شكرا والله. فطبعا شباب دلوقتي اروح، اجري بسرعة يا مجدي، اجري بسرعة يا مجدي يا مجدي. ماشي اوكي هروح دلوقتي، ما اعرفش انا عايزه اعمل ايه بصراحه، انا بصور وانا مش عارف اعمل ايه. فا اوكي ده المكتب بتاعي يا شباب، وهعمل فيه حاجات كتير النهارده. فانتوا بتقولوا لي انت ما عدتش بتنزل فيديوهات كتير وليه؟ فانا بفكر في الاسم بتاع العنوان والوصف عشان انا لسه في البداية يعني، فمش عارف اكتب ايه، انا بكتب اي حاجة وخلاص. انا اسف يعني على الفيديو التاني هوريه لكم دلوقتي، انا اسف عليه يعني، بس ما اعرفش اعمله ديليت ازاي، انا اسف ان انا بعته، فهوريه لكم دلوقتي. طبعا هو ده الفيديو يا شباب، انا اسف اسف جدا ان انا سميته كده، انا غبي اوي ان انا سميته كده شباب. طبعا دي فيديوهاتي، طبعا دي القناة بتاعتي يعني، طبعا عليها ده حاجات الغريبة الهبلة اللي معرفش هي ايه بالظبط. اوكي تحبوا شباب اكمل على اليوتيوب؟ ماشي هكمل على اليوتيوب. اوكي دلوقتي شباب اكمل على الدروع ولا اشرح لكم حاجة؟ اكمل. فطبعا شباب من عايز اوريكم حاجه برضو،
انا جيت انزل فيديوهات، هوريكم فيديوهات دلوقتي. ده انا جيت اوريكم ازاي تعملوا باب بباسورد. طبعا انا غلطت غلطة كبيرة قوي، ونسيت احط 3 بلوكات. يعني هي دي الفيديوهات اللي انا بعتها شباب، و فيديو وات ايه ده، هي دي فيديوهات الشباب، فهكمل على اليوتيوب دلوقتي. فهشوف لكم حاجة كده يا شباب، يعني وممكن تحبوها. ايه ده؟ وات؟ اجيب لكم دي شباب ولا ماشي اجيبها لكم؟ ده اعلان شباب، ده اعلان. انا غبي. اوكي ايه ده؟ وات؟ والله ما لاقي لكم حاجه شباب، فهشوف لكم حاجه يعني ممكن تضحككم، يعني تعمل لكم حاجات زي كده. فاحسن ما اجيب اللعبه اللي انا كنت بلعبها، احسن اجيب اللعبه اللي انا كنت بلعبها. انا ايه اللي انا بعمله ده؟ فهنا شباب، هنا طبعا المكان بتاعي لو عايزين نعمل فيه شويه حاجات، يعني من رايكم، يعني تنزلوا دلوقتي في التعليقات تقولولي انتوا عايزين ايه اعمله في المنطقة بتاعتي. لو عايزيني ابني، لو عايزيني ادخل عضو جديد معانا، لو عايزيني العب حد جديد معانا، ابني بيت لحد جديد معانا كده يعني. فهو ده اللي انا هعمله النهاردة. طبعا هنا بقرا في كتابي، هنا الكتاب بقرا هنا، يعني بفتح اللي هو الصفحات وبقعد اتسلى وكده، فكده يعني. عارف ان هي قلت التطوير بس يلا. اوكي يا شباب، هنا حطيت 2 كرافتنج تيبل عشان بحتاج الكرافتنج تيبل وبنسى احطها. فهنا طبعا حطيت هنا 2 انفل. طبعا هشرح لكم المكان ده، ده بحيث ايه لو يعني كده لو حد عايز يسكن في بيت ومثلا مش عارف البيت ده بتاع حد، طبعا هو هيجيلي. طبعا هقول لكم السعر دلوقتي، هو هيدفع هنا دايمون ده، وانا هشتغل على الكمبيوتر شوية وهكتب الورقة باسمه هنا، هكتبها في الانفل وهحطها له هنا في الدروبر. اسمه ديسبنسر دروبر ايه اسمه اسمه ايه ده ديسبنسر. عليكم اكتر من كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة. باي 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 باي.
باي باي. لا شباب، ستيف جاني، ستيف المتوحش 2.